عاوتاني اليوم كاي عاوتاني ما غاديش تغدى معايا هذاك الشفار برزت لك راسك ويا المدام هاد الخدمه تاع البوليس راها صعيبه بزاف هذاك الشفار الدماغ ديالي خربقوا ليه تخيلي معايا عامين هو كيفلت ليا عامين وانا تابعو وما كنشدوش اش غنقول لك قبيل عيط ليا الرئيس قال الشفار ضروري خاصك تشد ولا غتقدم الاستقاله ديالك كما كتعرفي انا ما بغيش نقدم الاستقاله ديالي حيت كنبغيك انت يوم جوج بك وخدمه تاع البوليس كنتخلص منها الا قدمت الاستقاله ديالي ما عندي ما ندير وما عنديش فين غنخدم وما عنديش فين غنمشي اصلا هاد الخدمه تاع البوليس لا اله الا الله محمد رسول الله كنت تابع الشفار انا وايوب كان كيبيع الحشيش تبعناه في الكاريان وخرجينا شي 80 واحد بالقراعي والجناوه والكلاب جاب الله هربنا المهم اكل انت بالصحه والراحه انا ما غناكلش نشدد المجرمين ويا غير صبر ما عندك ما دير حتى فاش كتكعشي انا كنكعه صافي غير صبر هذيك هي الخدمه راه كتعيش منا انت وكنعيشو منا حتى حنايا رد البال راسك وما تبقاش تمشي لبلايص الخطر ما تبقاش تكعر مني كتكعشي انا كنمرض في حياتي المدام ما كاين ما نخبي عليك غير كولي بالصحه والراحه انا كاعي انتي مش كعاي موال غير جي واحد النهار اللي ربي غير ينزل المحنة من عنده وهاد المجرم ماذا غادي نشدو راه قالوا لي شدو نعطيوك كونجي ان شاء الله غناخذو الكونجي ديالي ونسافروا انا وياك الافران نبقاو نلعبوا انا وياك بالتلج المهم ما ديري في بالك والو قولي بالصحه والراحه انا غنمشي للخدمه ديالي يلا بسلامه تهلاي فراسك وما تكعيش يا مسافر سير الله يسهل لك والله ييسر لك الامور شدد ود الحرام هو اللي خرج عليك ما خلاك تاكل في خاطرك ما خلاك دير شي حاجه في خاطرك سيمو خويا كي داير تهلا الشيف يلا جيش من الدار اخويا السيم خاصنا نشدو داك خونا هذا خونا خاصنا نشدو في اقرب وقت يلا عيط ليا الرئيس سبع فيا معيوره صح اسمعنا جاتني واحد الاخباريه باللي كاين في الخلا مدوره تما كتب زنيت دخلنا عليك بالله ويا خاصنا نقرقبوا على هاد النار والحمد لله ملي جينا سيفي ما جبنا لا سطافيط الاول من الاحسن تشولي دابا نشوف يلا معاه يلا نمشوا قديناش فينا السلعة باقة عندي والاخر غتقول لي واش بعتي خاصني نبدل هاد البلاصة ولكن غنتسنى واحد شوية عاد غنمشي شوفوا على الله لا يجي شي كليان ولا شي حاجة خونا راه كاين قرقبوا عليه يلا يلا اخو فينا هو هذا هذا طار هذا هذا جندة ما كنت تخشى في الطونوبيل مسورت انا شكيت في فيلات كون نقل شي فيلا دولة شي حاجه مصيبه كاع دارابيناش ديما كيفلت لينا خويا ديما حتى كنقرب نشدو كيفلت ليا خويا محمد مشاكل دابا اش غنديروا خويا غنبقى معاه وتنقرقبوا على هذا السيد هذا بزاف مصيبه كحال انا ناس دابا غنبقى ديما نفكر في هاد السيد عنده الدراري يا صاحبي عنده الدراري بزاف كيفرق عليهم السلعه خاصنا نشدوه هو حيت هو الكرو خاص نقرقبوا عليه ولكن نشوف غنشوف ليه شي حل ولا شي طريق طلع ولكن هاد الشيء ما يخرجش منه بسلام يلا اخويا نبدلو بالساعه يلا يلا اخويا نرجيز قلني ديما شابه ايوا نعيط الرضا ما حتى تمشي للخدمة صاد الو فين الزين صافا بخير راسك مشى للخدمة ولا مازال اه مشى للخدمة جي عندي دابا وما تعطلش صافي صافي حيد انا جاي عندك دابا وخا الكليان كيتسنى ولكن ماشي مشكل صافي حيد انا جاي عندك دابا وجي عندي دابا وجيب الفلوس صافي حيد يلا نجي انا نمشي عند الكبيده ديالي توحشها هذا مالو تعطل قبل ونتسنى
هو جا بلاش انا جايه. فين الزين ديالي؟ هانيا بخير صحيحة؟ خويا مرحبا. الله يحفظك ترحب بك الجنة. واحد راجلك قشني وما كان بيع في خاطري ما كان شري في خاطري ديما تابعني حاقر عليا انا. شاد راجلك هذا بزاف وحق الله هلكني في صحشي ديما تابعني ديما هربان لي شو مبغاش يبعد مني؟ ما عندك ما تدير. لا ما كاينش ما عندك ما تدير خاصني نديرو شي حل. انا وياك راه خاصني نديرو شي حل. تعدى عليا بزاف حاقر عليا انا. انا فين من وقف مدا نبيع ونشري جيت لك قالي انا تما ما فهمتش والو. واش هذاك كامل عداوه ولكن والله يشاليه بالمرصاد والله حتى غنخرج غير من الجلب باش ما بغى. دابا انت غير سكت واصبر انت مول هكا هاد السلعه هاي كاين السلعه هنايا. هاد السلعه هنايا شوف فيها فلوس بزاف كثيره. صافي كوني هانيه. انا كنشيخ فيك نرد البال راس. انا كنشيخ فيك عندك شي نهار تغدريني ولا شي حاجه؟ لا ما نغدركش انت اللي عندي. انا عارفني كنبغيك وشحال من حاجه درت علاقه قبلك وتزوجت بيه وكوميسير واي حاجه كنقولها لك راه هو تابعك راه حاضيك راه قبيله. قلت لي جيت تغدى قال لي لا ما غنتغداش هذاك خاصني نشد. حاضيني شوف انا كنشيخ فيك وكنبيع هاد السلعه وكنجيب لك الفلوس حتى لعندك درهم يلا خلا ما كناخذهاش. علاش؟ حيت كنبغيك وبغى نكمل معاك حياتي ومستعد ندير اي حاجه على ودك. عندك شي نهار تغدريني ولا شي حاجه؟ لا عمرنا نغدرك وتي انا كنبغيك واي حاجه نعاودها لك واي حاجه كنقولها لك انت عارف كلشي. وصافي يا حبيبي ديالي هادشي هاد السلعه غادي نمشي نبيعها وحنا بيناتنا تليفون صافي وان شاء الله في راسك وما ديري في بالك حتى شي حاجه. سلامة يلا رد البال راسك وحدي منه. صافي سير الله يسهل عليك الله يسر لك الامور. المهم نشبع السلعه جيب لي انا الفلوس صافي. خاصني نعرف هاد الراجل عندي فين كروك يكون باش نعلمو. دابا يولي تشد ولي نبيع بيا تا تشاف تا هو تعطل عليهم بالبلا مالي. كما داوي راسك اصاحبي سلم عليك. كنتيني داوي عليك تعطلتي عليا صاحبي وبالبلا مالي الوقت. ورا مبلبل اسمعني مزيان اش غنقول لك ورويني. هاي السلعه بدون اي غلط فرشكها ورد البال اش جالك في صاك باش ما يحدوش معايا. سمعني 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 اشنو غدير واحد بواحد هاك دابا شوف امانه ما تقولش ليا. ها هي سير خدم على راسك ورزقك راه غتشيخلو. اسمعني نعم اش عارف عليا انا في الخدمه؟ ويه 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 سير دابا غدير غارة ما نضرش الشاف خطنا مالها اش درتي معاها؟ شو صافي خلي داك الشيء صاحبي من بعد من بعد دابا سير غدير غارة سير خدم سير الشاف كون هاني تهلا لي في راسك الله يحفظك. رد مع مالي الوقت راه كيدورو صافي الله يحفظك. مشي ونقردو هاد السلعة ونخدمو على ندبرو على راسنا واخا باش يقولي العفريت اش دار مع ديك ختنا كتجيب لي التنقنيقة ديال الراجلة. شي راه ماشي سعادة الريس المهد هاجت خدمة والله شي مبقاش على سعادة الريس ديال المجهود ديالي كامل. فين هو سي محمد؟ سي محمد راه كان معايا تا هو راه خدام كان واعدك الشاف ريضة غنشدوه غنشدوه وغنشدوه. البارح شنو قلتي لي المهدي؟ قلت لك البارح نجيب واليوم نجيبو الريس راه تبعتو راه فلت ليا والله تا داير المجهود ديالي كامل وجاتني معلومات على الدري اللي خدام مع رضا كاين في دارهم وكيقرب. دخلتي عليه؟ باقي ما دخلتش عليه. انت علاش كتسنى؟ دابا غنمشي ندخل عليه ان شاء الله انا وسمحمد. علاش ما دخلتيش عليه؟ دابا 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 غندخل عليه هو اللي غيقول لنا رضا فين كاين. ملي يقول لنا رضا فين كاين غنشد رضا ومع تسعود غيكون عندك في البير. مادي الا ما جبتيش ليه مع تسعود ولا الثمانية عرفتش كيفاش باش تقول لي. صافي حط الفردي وحط ال صافي كل شيء كون هاني دابا دابا سير اخويا. ربي دير شتا هو تانايا عليا الهضره من الفوق والمادي عزيز عليا وكيخدم مزيان سي محمد تا هو كيخدم مزيان. نمشي للبيرو ديالي الله يكونوا شي اجراءات جداد ان شاء الله. خويا سي محمد جاتني معلومات على رضا عنده واحد الدري خدام معاه وداك الدري راه كيقرب الحشيش دابا في داره. نقرقبوا عليه اخويا نطلعوا عليه للدار خاص ناخذوا شي باين باننا ندخلوا نتجمعوا عليه في دار. خويا غنتجمعوا عليه في دارهم وغنشدوه بالحشيش. ملي نشدوه بالحشيش نقول له فين كاين الباترون ديالك حيت الباترون ديالو كيطير اخويا بزاف. الدراري ديالو اللي شديناهم ما تلقى معاهم لا تليفون
ولا شي حاجه لا لا ده عنده الحشيش كيقرد الحشيش في داره. جاتني معلومات صحيحه 100%. يلا خويا نمشيو دابا نقرقبوا على هاد السيد. يلا خويا نقرقبوا عليه. يلا سبحان الله. باينة السلعه اللي جاب مريضة عاوتاني تكون عيانة. شاف عندنا مباش يخدم معانا او شادين الحبس حنا على والو. بنادم راه ولا كيهرب لينا بهاد السلعه هادي. نكرط فين في الخاوة تا هو السلعة ما شكون كيجيبها لي تا كاين هاني ندوزوها على بنادم. بنادم راه باغي يدوخ الراس باغي يتكيف. بروحنا على راسنا مولا ربي. ريح ريح تما الشاف طحت بين يدك شي عطيات. شحال هربتي وشحال جريتي اخيرا طحتي بين يدينا. حنا ما عندناش الغرض بك انت. انت غير ضحيه ضحيه تاع الباترون ديالك. كيجيب لك الحشيش كتقرضو كتبيعو كتعطيه الفلوس كيحرت عليك. ولكن اللي قلتي لينا خونا فين كاين نقدروا نخفوا يتخفف عليك شويه الحكم. غنتعاونوا معاك وغنوقفوا معاك وما غاديش ندوزوه بلا ما تدوز الحبس ساعك انت بوحدك. جر مع خونا تاو واش تضرب الحبس كامل هو بقى يتمتع بالفلوس اللي كتخدم عليه وكتعطيهم ليه. لذلك حاول تورينا فين كان هاد السيد وحنا نحاولوا نوقفوا معاك وفي تف المحكمة نحاولوا نقولوا هاد السيد باللي كان بريء. قدو نخرجوه حتى من هاد القضيات. شوف لا قلتي الباترون ديالك فين كاين دابا تخرج تمشي بحالاتك. يا اش بان لك الشاف؟ انا عارف اش كندير وعارف اش خدام في هادشي حيت ما لقيت لا خدمه لا والو. الوالده مريضه خاصني ندي لها الدواء وانا عارف دابا كدير ليا التباش كتقول لي قول لي وغنطلقك. عارفك ما طلق لي ما والو وغنقول لك فين كاين ولكن عندك تصدم. انا بغيت نقول لك باش ما نصدمكش. صدمنا بغيناك تصدمنا قول لينا فين كاين. كان وعدك الا قلتي لي الشاف ديالك فين كاين غتمشي بحالاتك. انا راه عندي الكلمه ديال الرجال غتهز الحشيش ديالك وغتخرج بحالاتك وندير راسي بحال اللي عمرني شتك وبحال اللي عمرني عرفتك حيت انا عندي الاساس بالباترون ديالك. واش نطلقوه يمشي ولا لا؟ نطلقوه خاصه يورينا يقول لنا فين كاين الاخر واستاهل علينا المأموريه بلا ما هو فيه تا هو نشدوه كما تشديتي انت تا هو نشدوه. ولكن لو بغيتي تسهل علينا المأموريه قول لنا فين كاين وتعاون معانا كما حنا غنتعاونوا معاك. راه عندك مونتي بتاع 5 سنين غنطلقك تمشي بحالاتك. قول لي الشاف ديالك فين كاين وصدمني. بغيتي تصدم مرحبا اسمعني دابا وعطيني ودني. الشاف ديالي راه مع مرتك وديما كيكون مع مرتك وطايع على مرتك ومرتك راه كتشمرقن به من نهار الاول فاش تزوجات بك. تزوجات بك دارت كطريق كتوصل لينا الهضره حنا توصل الشاف ديالي الهضره والسلعه راه هي اللي كتجيبها لينا وهي الراس الكبير ديال هادشي كامل. وانا قلت لك دابا وتتكون راجل وفي بكلمتك وطلقني مشي بحالاتي. الشاف الهضره اللي قلتي ما منا والو. انا مرتي دريويشه ومعقوله والله عمار هذا انت باغا تثبتني بهاد الهضره باش تنطلقوك وتمشي بحالاتك. شي يخرج هاد الهضره ديال البزناز هي انت اصلا ما بغيتيش جبد صاحبك البزناز ولكن بلاصتك كاينه في عكاشه في الجناح واحد غادي تكرفس وغتكرفس والديك والباترون ديالك غيبقى يتمتع بالفلوس. كذبه باينه هادي. الشاف ديالك كاين مع مرتي وفي داري وقال لك مرتي هي الباترون. يلا هضر معاه. هادشي كامل هذا خرج منك قرقه بعدا ولا نديرو معاك مزيان في الاخر ولا تقول لينا بحال حنا كنا بغينا نتعاونوا معاك ونوقفوا معاك. لا قلتي لنا الباترون ديالك فين كاين ونتلقاوك تمشي بحالاتك ولكن انت كذاب. يلا نتاقلو. تيقتيني اش دابا الشاب؟ صحابي كنكذب عليك صحابي كنكذب عليك دابا الشاب ولكن تكذب عليا كتقول لي البزنس ديالك كاين مع مرتي وتمشي وغتشوف كلشي بعينك. مازال كتزيد فيه باقي زيد ما وفيتش بكلمتك عندك هذا راني يدي الشعيب تعتبر عليه المينول بشويه الشاب ما تجيش تقول لي الباترون ديالك انا راه بزنس ما بغيتش تقول لي الباترون ديالك فين كاين الباترون كاين مع مرتك كاين مع مرتك خرج زيد في هاد الهضره وفي دارك غادي نوريك انا ونربيك انا ربيك. كيفاش الباترون ديالو كاين مع مرتي وفي داري دوق على مقرقع تقدر تكون هاد الهضره اللي قال بصح. نمشي للدار ونشوف نعيط لايوب
ويمشي معايا. ما نديش معايا السي محمد، ما عرفت شكون بصح ويشوهني. مشكلة نجرب نمشي على الله. شعلوا التلفاز نتفرجوا شويه الماليل. الو مالك الدري اللي خدام معايا راه شدو الراجل ديالك عندك يمشي يبيع بيا ولا شي حاجه؟ تا اش تقول؟ واش بعتي بعد السلعه اللي عطيتك؟ السلعه ديالك راه بعت من النص، والنص الاخر عطاشو الدري يقرضو وراجلك راه دخل عليه وشدو بالسلعه. عندك يبيع بيا ولا شي حاجه؟ وجي عندي دابا وجيب الفلوس. صافي حيدي انا جاي عندك دابا. مصيبك احلاتي، راجل قريب يشدني قريب سياشي. هذا مالو تعطل ياك ما شدوه. زيد زيد اش كاين؟ كاين بزاف. ريح اهو مهر الفلوس، السلعة تباع غير النص، النص بقى عند صاحبي راه شدو راسك. عندك يكون النص خديتي انتيا وكتشمرقن بيا. عمري غدرشك انايا؟ لا عمري فكرت حتى نغدرك. هادشي راه بزاف، انا راه صافي تقلعت ديري معايا شي حل. راه راسك راه شي كيقلب عليا بكاع القناج. وعندك شدو كتجبدني انايا؟ انتي خفتي على راسك وانا واللي غنشد انا؟ تعرف اني كنبغيك. صافي سيت شدو وخرج وانايا غتلقاني ديما معاك. كيفاش ديما معايا؟ عارف اني كنبغيك وقلتي لي غنغرقو انا وياك. انا كنبغيك ولكن تشد راسك وخليني انايا، ماشي ضروري بجوج، ما تجبدنيش انا نهائيا. سمعيني ها هما الفلوس وما هادو. شديت غنغرق. سمعيني ها هما الفلوس، شديت غنجرك معايا، ما يمكنش انا نشد راسي. ديري شي حل. انا غنبقى ندخل لك شحال من حاجه. ما باغيش نتشد، يا غنتشد نجبدك معايا يا ما نتشدش. صاحبي تشد شدو راجلك، وراجلك يقلب عليا بكاع القناج. انا ما يمكنش نبقى بحال ماك كذب عليك. هنا الشاب زيد. شنو هاد الشي هذا؟ ناري البزناس مع مرتي. شد عليا هاد الشي ديالك، ما كنعرفوش، ما كان هو دخل عليا. ياك كنت كنبيع السلعة على قبلك، دخل راسك وجيت تنكريني. ياك الغدار هذا. ما تفهمنيش غلط، أين السلعة وعلاش كتهضر؟ شد الشي كتحط عليا. شوفي بلا ما تكذبي عليا، أنا عرفت كلشي. البزناس اللي شديتو عاود ليا من الاول حتى الاخر، قال لي البزناس صاحبي والباترون ديالي كاين مع مرتك، وما تخيلتكش انتي غادي تكوني بزنازه كبيره وتزوجتي بيا بس استغليني. محشومه شلك، شنو صرفش معاك؟ انا قداش معاك غير الخير، اي حاجه بغيتيها كنت كنوفرها لك وكنجيبها لك. اش من بزناش شون باترون؟ راني ما كنعرفوش، راني كنت جالسه تجي تدخل عليا، راه عندك معايا حساب وقيلا جاي باغي يقتلني. جاب الله جيتي في الوقت المناسب، الحمد لله ربي كبير. ياك الغدار هذا شتاف مابقى ما يتخبى، غنعاود لكم كلشي باش نتوما تفهموا بجوج وغاتعرفوا اللي كاين. هادي هي اللي كانت كتعطينا السلعه باش نبيعو وباش ندورو الحركه، هي الشافه ديالنا كاملين. كاين هاد الهضره ولا ما كايناش؟ سكتات حيت عرفت اللي كاين. هي اللي كتحط انا السلعه نمشيو نبيعو ونجيبو لها الفلوس حتى لهنايا. شحال ديال الفلوس جبنا لها؟ ما مليون ما جوج. ودابا انا كراج قدامك باش انا استفدني للحبس. انا راه غادي للحبس ما عنديش مشكل، غادي غادي. اما هي كدير هكا باش ما تمشيش للحبس كاع. والله يا الشاف اللي هي الشافه ديالنا، وهي اللي كتحط انا السلعه. انا في الصراحه عمرني بغيتك، انا كنت كنبغي هو. انا تزوجت فيك انت بوليسي باش ناخذ المعلومات من عندك. انت استغليتيني باش تاخدي المعلومات من عندي انا، وانا عمرني استغليتك، وانت ما بغيتينيش وانا بغيتك. خساره درتي هادشي هذا كامل. علاش علاش ضرحتي ليا قلبي؟ نبلو ولا ما تزوجيش بيا؟ اصعب حاجه هو الغدر تاع الانسان، وماشي اي انسان، كيجي من عند انسان عزيز من عند مرتي. قريت تقريت، شديت الباك، درت المستحيل، حاجه وحده اللي ما قريتش هو الغدر ديال النساء والفعل ديال العيالات. دابا المصير ديالك بين يديا، كيما انت غدرتيني غنصيفطك للحبس، ماشي مشكل. وصعيب باش ننساك ونخرجك من الدماغ ديالي، ونتايا
علاش درتي هادشي هذا كامل؟ حتى ما كانتش كتبغيك، حتى كانت كتستغلك كما استغلتني انا، حتى كانت كتعطيك السلعه ديالها تبيع عليها، وكانت كتوعدك بالزواج وما كاين لا زواج لا والو، حتى دارتها كطريق كما انا ضحيه، حتى ضحيه. وغدوز دابا سنين واعوام في الحبس، وغادي تقاسي وغادي تتمحن وتخرج من الحبس تقولك باقا كنبغيك بالعاني باش تجمع على ظهرك الفلوس. ما كتبغيني ما كتبغيك، كتبغي حاجه الشهادي. ايوه عشاقل هاي تا شي فين وصلتيني؟ شي اللي بغيتي عندي؟ لا ياخذ فك الحق. هادشي في كافي قبيله غداره تاخر على مرات الراجل. انت راجل، انت عزيز، زيدو قدامي.